قال وتحاسد الإخوة وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين. ذلك أنت إذا خدمت أباك تخدمه لوجه الله تعالى، لوجه الله، للتوصل به إلى مقاصد الكرامة والمال. أسئلة كثيرة جاءتني من نساء تقول ماتت أمها، صرت أعرف تتمت الكلام من كثرة ما جاءني هذا السؤال. تقول ماتت أمي، لأن خدمتها، أعرف أن هناك نصبا واحتيالا، لأن خدمت، اللي والله كتبت لي نص البيت وأعطتني الذهب وأعطتني وأعطتني وأعطتني، فإذا بها بلعت الدنيا بهذه الخدمة. صوت الجواب أعرف، تخدم من أجل المال. أنا أعرف امرأة ربت 14 ولدا، أنا أعرفها يعني في صغري وأنا صغير، لا تسألني ما اسمها، أحفظ اسمها. كبرت، لما كبرت وعجزت أولادها ما خدموها إلا بالمال بالأجرة. كانت إذا ذهبت إلى ولد تجلس عنده 6 أيام، في تلك الأيام تأخذ معها 6000 ليرة سورية، عن كل يوم تعطيه 1000، وهكذا تحمل المال معها. أولادها ما خدموها إلا بالمال. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك تحاسد التلميذين، اسمع اسمع يا حلو، لأستاذ واحد في نيل المنزلة في قلب الأستاذ. تحاسد، ها تحاسد مذموم، منافسة لوجه الله في الخدمة هذا شيء مطلوب، أما التحاسد هذا تمني زوال النعم على أخيك هذا مذموم، أما تنافس الخدمة شيء طيب، هذا مطلوب التنافس في الخدمة. الله، أنا كان معي موتوسيكل موتور، كنت أقول لأصحاب السيارات أصبروا إن شاء الله ربي، صح أنا فقير بس ربي غني، يكرمني بسيارة ما أحد منكم يسبقني إلى خدمة شيخنا الشيخ عبد الرزاق حي، والله رب العزة والجلال جبر بخاطري وأبدا الحمد لله، وكسبني خدمته عمرا ولله الحمد، حتى قال لي مرة، والله الحاسد ما يحب أن يسمع هذه الكلمة، وأنا والله ما أحب أن أقولها لكن الآن إذن بقولها، حتى قال لي مرة، قال لي أنت الله بعتك رحمة إلي ورب الكعبة، مرة قال لي بعتك رحمة لأمك، ومرة ثانية قال لي الله بعتك رحمة إلي، ومرة ثالثة قال لي طول بالك أنا وأنا في خدمته مع الفقر. هلا بعض الناس بيشوفوا حاله يخدم وهو غني، لا أنا كنت أخدمه مع الفقر، يعني ثمن بنزين للسيارة أميزه جانبا قبل ثمن الطعام للزوجة والأولاد. كان يقول لي اصبر طول بالك، ستأتي عليك أيام الناس يتخاطفونك مخاطفة. أنا أقول له والله أنا ما أحب المؤتمرات ولا أحب هذه أبدا، لكن حتى الله يحقق كلام شيخنا أبدا، أنا ما طلبت نعم أن أذهب إلى مؤتمر، والله وأنا قاعد هنا ومن حولي يعجبونك، ليه هذا عم يعني اتصلوا فيه وطلبوه بشارة شيخه، والله جماعة ماليزيا وجماعة اندونيسيا وجماعة كينيا وجماعة قازان وجماعة عد معي كمان وين رحنا، الله يعينك نعم حاصل، والله هم يتصلون الباكستان مرتين عن الباكستان وماليزيا واندونيسيا كلهم هم يتصلون وجزر القمر كمان واليمن ومصر اللهم حتى الله يحقق بشارة الشيخ اللي
أبدا. هذه طول بالك، ستأتي عليك ناس يتخاطفونك مخاطفة. نعم. اي نعم، مجرد ان كتبوا انه والله في سفر بصير يتصلوا باتصالات جماعة الامارات يقولوا جاء لهون ولا بالسعودية ولا، نسأل الله ان يثبتنا. وكذلك تحاسد التلميذين لاستاذ واحد في نيل المنزلة في قلب استاذ، تنافس لله جائز، اما التحاسد هذا الممنوع ابدا. انا ولله المنة والفضل في خدمة شيخنا، ما يوم اعطيت احدا موعدا اللي والله عندي عقد نكاح ولا عرس ولا إيه ابدا، وتأتي لك انا بخدمة شيخنا. انا وقتي يبدأ بعد ان يدخل الشيخ البيت، يوم يدخل 8 المساء، يوم 9، يوم 10، يوم 11 ابدا. والله كنت في غاية السعادة في تلك الايام. واحد قال لاخر، قال لك عم يخدمه مشان يعطي له وظيفه تبعه، والله ما سالته من هو، قلت له اقسم بالله، قلت له اقسم بالله كنت اتمنى ان لا اعيش بعده، والله لا استطيع صدك ولا اريد الحياه بعدك، والله العظيم كنت اتمنى ان اموت بعد الشيخ مباشره ابدا. لكن شيخنا الشيخ علي الفاروجي رضي الله عنه قال لي أمامك وظيفة وفي مسيرة بدك تتمم أنت، قول أنا أخدمه لأجل الوظيفة. والله والله خاطر ما كان يخطر على قلبي هذا، الله مطلع على ما في قلبي والحساب يوم القيامة. لكن الحاسد ما عنده إلا سوء، ما عنده إلا سوء الظن. حتى شيخنا كان مرات يمتحن يقول لك يا ابني ما عندك شغل، ما عندك، لو والله أنا شغل يبدأ بعد أبدا. أنا مرة عدة أولاد جاءوني، نعم يعني المرأة في المستشفى وأنا بخدمة الشيخ، أنا أعجب الآن من هذا، ما أستطيع. هذا ذكر أبو رشيد كانوا وشيخنا وكلم الدرس، ما أنت كتبت لي ورقة وبشرتني بما بزيد الخير، أنت أبدا، ما أستطيع أنا ولا أجد عذرا لنفسي. ليه أنا الآن أغضب من هذا؟ أشو مرشح ما أجع الدرس، وهذا الرأس شوي عم يجع ما أجع الدرس، ليه أنا قلبي يحترق ويلتهب؟ لأنه ما كل هذا، ما كنا أبدا في العمر أبدا مريض. كان شيخنا أصابتني حمى، شيخنا يقول لي لك اذهب إلى البيت، اذهب واسترع. أقول والله ما أستطيع أن أذهب وأنت في المسجد. الشيخ يقول لي لك روح البيت، أنت مريض معك الحمى، والله ما أستطيع. قال له أنا ما أستطيع أن أجلس في البيت وأنت في المسجد. هذه الآن الله يثبتنا. والعجب العجاب أن الشباب أبناء 20-30 سنة بارحة بقول لواحد لك شد حيلك شوية، والله مثل ابن 900 سنة شو سيديك مكعوك حاله، والله ما رضي بالنصيحة، ما رضي. تك ما عم اشوف هدول المغاوير جماعة غزة، هدول المجاهدين، لك ما شفت هذا شو اسمه يحيى السنوار واسماعيل، لك ما شفت هالرجال هدول، والله عجبك.